وينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان هلال الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا. سيدي، الأسئلة والمبررات تتعدد في محاولة فهم تكثيف إسرائيل الآن لهذه الغارات والاستهدافات داخل قطاع غزة، ما الذي يدعوها إلى ذلك الآن؟ أنا متابع حضرتك أستاذ تامر وبالسادة المشاهدين. طبعا حاليا إسرائيل تحول شمال غزة لمستوطنة عسكرية. ما يجرى على الأرض حاليا نقرا أن مستوطنة عسكرية تتم في شمال قطاع غزة. طب وليه الشمال حاليا والقصف على الوسط والجنوب؟ لأن لو رجعنا لأكتوبر من بداية العمليات، القوات الإسرائيلية بدأت بالشمال ثم انتقلت إلى الوسط ثم إلى الجنوب. حاليا هي في هدف جديد، والهدف الجديد تنفيذه على الأرض أعتقد بدأ بالشمال أصلا لتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة لا تصلح للإعاشة، وهذا ما يتم منذ أول أكتوبر الماضي، وهو تدمير المنازل، تدمير المخابز، تدمير آبار المياه، تدمير كل شيء، وإقامة محاور تفصل القطاع عن بعضه. حاليا أقام ما يقارب 5 محاور في قطاع غزة بالكامل. بدأ حاليا بالتركيز على شمال قطاع غزة لتفريغ شمال القطاع من المستوطنين. أنا أعتقد أن الهدف الحالي في الشمال هو إجبار المستوطنين وجميع من هم فلسطينيين في الشمال إلى مغادرة الشمال كمرحلة أولى لقوات العدو الإسرائيلي أو قوات بالنسبة لفلسطين حاليا تحويله إلى معسكر إسرائيلي كامل، ثم هينتقل بعدها للوسط ثم إلى الجنوب، ويحاول هجرة الفلسطينيين خارج القطاع بشكل عام. وبرضو يا أستاذ تامر نرجع لديسمبر 2023 عندما أعلن نتنياهو أنه يحاول تهجير الفلسطينيين هجرة طوعية مع أي دول من الدول اللي ممكن تستقبلهم، ولم يستطع ولم تقبل أي دولة، وهو ساعتها حاول مع دول أفريقية ودول أسيوية مقابل مساعدات معينة ولم ينجح. قد يكون الهدف الحالي هو الهجرة بعد أن فشل في عملية الهجرة إلى الدول المجاورة سواء في الضفة أو بالنسبة لقطاع غزة حاليا. فحاليا هي إقامة معسكرات للجيش الإسرائيلي على محور كيسوبيم ومحور نتشارين. حاليا هو دمر ما يقارب 2.5 كيلو نقول يمين ويسار كل محور، وبيدمر المباني الباقية ممكن تصل لخمسة كيلو وسبعة كيلو ليقيم معسكرات ثابتة على هذه المناطق بداية بالشمال حاليا. وهل هناك معطيات عسكرية أو حتى سياسية دفعت إسرائيل إلى تغيير الاستراتيجية التي وضعتها لقطاع غزة ثم تحولت بعد ذلك إلى ما تفضلت بذكره فيما يتعلق بعملية التهجير والانعزال التام لمناطق قطاع غزة عن بعضها؟ أعتقد أن ارتفاع نسب الخسائر للقوات الإسرائيلية وعدم استطاعتهم تحقيق أهدافهم العسكرية على الأرض، وهي إن هو أولاً يدمر حماس والهدف الاستراتيجي العسكري وهو عودة المحتجزين، أنا بتكلم حالياً على قطاع غزة موضوعنا، الهدفين دول لم يحققهم حالياً. والأسبوع اللي فات بدأنا اليوم 401 من الحرب، يعني حالياً فوق 400 يوم ولم يحقق الهدفين اللي وضعهم في قطاع غزة. إذن ده يجعله يغير من سياسته. ثم كان هدفه الخفي هو تهجير سكان قطاع غزة خارج القطاع، لم يستطع، والجميع وقف أمام القوات الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية الداعية والرامية إلى ذلك. فحاليا بيفكر فكر تاني، وهو أنه يجعل القطاع بالكامل منطقة لا تصلح للإعاشة، ثم يعسكر قواته العسكرية
داخل القطاع تماما كما بدأ بالضفة منذ سنوات. معنى ذلك أنه لا يأمن إلى الخطة التي كان يعلن عنها بالقضاء على عناصر حركة حماس، وأنه استطاع أن يصل إلى ذلك ببقاء قواته أو الإعلان عن بقاء قواته حتى وإن كان توقع كما ذكرت. تمام كده يا أستاذ تامر، هو فشل في تحقيق أهدافه وفشل في القضاء على حماس، لذلك حاليا هيعسكر في قطاع غزة سنوات قادمة إلى أن يصل إلى حل آخر لكيفية تنفيذ اليوم التالي للحرب. فإقامة معسكراته حاليا، هو الأرض أما نقرأ اللي بيحصل عليها، هو يقيم معسكرات للقوات العسكرية بمحاور جهزها، وهذه المحاور عليها نقاط ارتكاز لقوات عسكرية عديدة، وهو ما زال يتحرك في قطاع غزة. وعلى فكرة هو بيوجه الإعلام اتجاهات أعتقد أن هي خاطئة. بعض الإعلاميين يقولون أن إسرائيل بدأت تركز على قطاع غزة. إسرائيل لم تقبل قطاع غزة منذ أكثر من 400 يوم، يوميا في مجازر، يوميا في هدم منازل، يوميا في عمليات جارية. ولكن الجديد هنا، الجديد هو الخسائر التي بين قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. هو ده الجديد، والجديد أنه لم ينفذ أهدافه حتى الآن، ويسعى إلى التهجير للفلسطينيين. هو ده الحال على قطاع غزة. أنت أشرت سيد اللواء إلى أن إسرائيل ستمكث عسكريا داخل قطاع غزة إلى حين تبلور الرؤية أو السؤال الذي طرح منذ بداية هذه المعارك، وهو اليوم التالي لهذه الحرب. هل سبب البقاء هو عدم القضاء على حماس، أم عدم إجابة أو وجود إجابة على هذا السؤال؟ اليوم التالي كيف يدار، ومن ستوكل إليه الإدارة في هذه المرحلة؟ الاثنين معا، لأنه هو لم يستطع القضاء على حماس، وإنه هو لم يصل حاليا بالحكومة. أنا بعتبر الحكومة المتطرفة دي حكومة ذات رأي واحد، حكومة متطرفة لا تسعى إلى أخذ رأي الجميع. يعني إحنا عندنا أما بيعملوا استطلاع رأي، الحكومة بتميل إلى استطلاعات رأي. هو الداخل الإسرائيلي حاليا مثلا 58% آخر استطلاع رأي لا يثقون في أداء نتنياهو، 55% بيؤيدوا من الإسرائيليين، ودي استطلاعات رأي الإسرائيلي بيعملوها مراكزهم ومعاهدهم. 55% بيقولوا أن الحرب مستمرة في غزة لأغراض سياسية فقط. 62% يرون أن كاتس وزير الدفاع الجديد اللي بعد يؤاب جالانت غير مناسب كوزير دفاع. من أعضاء الحكومة الكثير ده المعارضة ضد الحكومة المتطرفة، ضد المثلث اللي هو نتنياهو وسموتريتش وبن جفير. فهنا اليوم التالي لسه ما اتخذوش القرار الحاسم فيه، سواء في الضفه او غزه او حتى الجنوب اللبناني والحرب الجاريه حاليا في الجنوب اللبناني. إذن شكرا لك من القاهره سيد اللواء اركان حرب دكتور ابراهيم عثمان هلال، شكرا لك. وانت الخبير الاستراتيجي ونائب امين عام المجلس الوطني او مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، شكرا لك سيدي.